تنتج شبكة نتفليكس العالمية سلسلة درامية جديدة مستوحاة من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية الفاشلة للرئاسة الأمريكية عام 2016. تستند السلسلة إلى فصل من كتاب تشيزين هيلاري، وهي مذكرات كتبتها الصحفية إيمي تشوزيك التي غطت الانتخابات لصالح صحيفة نيويورك تايمز. وقال تشوزيك التي ستشارك العمل كمنتجة منفذة في تعليق نقلته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي: هذا هو الشيء الأكثر إثارة في حياتي على الإطلاق. وتحمل السلسلة عنوان فتيات على متن الحافلة، وتروي قصة أربع صحفيات يلاحقن قصص المرشحين للرئاسة الأمريكية، علما أن نتفليكس فازت بحقوق الكتاب بعد حرب مزايدة شرسة مع منافساتها في قطاع الإنتاج التلفزيوني المزدحم. وقالت الشركة أنها ستتبع كل خطوة من موكب المرشحين للرئاسة لإيجاد الصداقة والحب خلال هذا الدرب، وأيضا الفضيحة التي يمكن أن تقضي على الآمال بالرئاسة وبالتحديد على ديمقراطيتنا بأكملها. وتم تشبيه الكتاب من وسائل إعلام أمريكية بأنه يشابه سلسلة مذكرات بريجيت جونز وسط أجواء الحملات الانتخابية، في إشارة لسلسلة الأفلام التي لعبت بطولتها النجمة روني زيلوغلر إلى جانب هيو جرانيت وكولين فيرت، والمقتبسة بدورها عن رواية تحمل الاسم نفسه. يذكر أن اسم السلسلة عبارة عن إعادة صياغة لعنوان فيلم الصبيان على متن الحافلة The Boy on the Bus، المستوحى من كتاب صدر عام 1972 حول مجموعة من الصحفيين الذكور الذين غطوا الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام نفسه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.